نروح لاخبارنا. هنبتدي باول خبر لينا دائما زي ما تعودنا كره اليد، وزي ما قلنا كره اليد اللعبه الشعبيه الثانيه فرضا وامرا بالنتائج. فريق الاول للنادي الاهلي بقياده طبعا الكابتن طارق محروس بيستعد لمواجهه هليوبوليس بدوري محترفي اليد. طبعا الفريق كان لاعب الماتش اللي فات كان مع الطيران وكان خلصت النتيجه 41-29. عندنا ماتش هليوبوليس القادم كان ماتش مهم، اللي يمكن الشوط الاول هتكلم على ماتش الطيران الاول بعد كده هكلمكم على هليوبوليس. ماتش الطيران كان النتيجه خلصت الشوط الاول 21-13 وانتهت اللقاء ب 41-29. طبعا ماتش الطيران كانت لعب الجمعه اللي فاتت على صاله الامير عبد الله الفيصل. طب ماتش هليوبوليس هتلعب فين؟ هتلعب في استاد القاهره بكره على الصاله رقم 1 اللي هي طبعا اقيمت عليها بطوله العالم. فرقه هليوبوليس فرقه محترمه جدا، وكمان المباراه مهمه لان خلي بالكم احنا في نهايه الدوري واحنا متساويين مع الزمالك في النقط، فخلي بالكم انه المباراه مهمه. هليوبوليس فريق عنيد، كنا لعبنا معاه ماتشات وديه في التوقف، وبيقوده طبعا الكابتن الكبير محمد الالفي، اسم كبير وعنده خبره في صناعه النجوم. وخلي بالكم برضو الفريق داخل على مرحله حسم في في في, في كذا بطوله، يعني خلاص احنا نعتبر في شهر ابريل، خلاص ابريل مايو بيبقى هم دول الشهرين اللي بيبقى فيه حصاد الموسم كله. فكابتن طارق محروس عارف كده ويعلم كده. الحقيقه انا كنت في النادي امبارح بالصدفه، يعني اتقابلت على باب النادي مع مجموعه من اللاعبين خارجين من التمرين في تركيز. اتمنى ان شاء الله ان الفرقه دي ربنا يكرمها بالتوفيق، لان الحقيقه احنا عارفين كويس قوي الفرقه دي قد ايه بتتعب وقد ايه كابتن طارق محروس نفسه يجيب بطوله لجمهور النادي الاهلي. واتمنى من جمهور النادي الاهلي دعم الفريق، الفريق واللعيبه بيحسوا بالدعم ده زي ما دعمنا فريق كره الطائره لما وصل الحمد لله. واللي احنا عايزينه هندعم اليد والسله وكل الفرق على فكره، وفي فرق كتير وهقول لكم الوضع ايه دلوقتي، فرق كتير الحقيقه بتنافس وفي الفاينل، يعني خلاص هي بالنسبه لها ايام وتبقى البطولات. كاميرا الابطال كانت موجوده في مباراه الطيران اللي فاتت، صورنا التقرير ده نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. تعرف من اسلوبي اللي انا عامله في الماتش انا هشتغل ازاي الفتره الجايه، انا بعمل روتيشن كتير في الملعب، يعني اكتر لعيب ما بيقعدش اكتر من 12-13 دقيقه واغيره بلعيب تاني، وبالتالي كل لعيب اداؤه في الملعب ما بيزيدش عن 20 دقيقه. ده معدل كويس تقدر تديني فيه الاقوى حاجه عندك في اللعب، وكل واحد نغير في اللعيبه، وبالتالي انت حضرتك لو جبت اللعيبه دلوقتي تاني عشان تعمل وحده تدريبيه هتلاقيهم واقفين الحمد لله على رجليهم. ليه؟ لان هم انا في روتيشن، وروتيشن قوي، وبالتالي كل واحد بياخد وقته وبياخد ازمانه. من خلال الكلام ده تقدر عقبال ما توصل للماتشات اللي هي البطولات اللي انت بتقدر تتكلم عليها تقدر تلاقي اللعيبه كلها جاهزه انك تلعب، مش 5-7 لعيبه او 8 لعيبه، لا بتلاقي 16 لعيب جاهزين للعب. وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 7 سنين، فتعلمت في النادي الاهلي ان اللي يشتغل في النادي الاهلي خصوصا في الدرجه الاولى لازم يبني في الفرقه، لان البنى في الفرقه هو المستقبل اللي جاي. احنا بنبني في الفرقه، بنبني لعيب مصطفى عبد الغني عنده 17 سنه حارس مرمى واعد هيبقى ليه مستقبل كويس، بتديله دفعه تحطه في السكور يعرف يعني ايه يقعد على البنش الدرجه الاولى. عندك متوسط اعمار 22 سنه، ده بيدل على ان احنا بنبني فرقه، واهم حاجه وان احنا بنبنيها ان احنا بندخل جوه اللعيبه ان النادي الاهلي ده نادي بطولات ولازم نكسب. شغالين على الكلام ده وربنا يكرمنا ونقدر نحقق اللي كل جمهور النادي الاهلي بيتمناه، وده حلمنا احنا كمان كجهاز فني ولاعيبه ان احنا باذن الله نكسب بطولات السنه. مكسب مهم بالنسبه لنا احنا كفرقه. شايف المباراه ازاي؟ هقول لك ان هو شايف المباراه ان هي خطوه يعني اتجاه الدوري يعني الجديد. احنا بعد فتره التوقفات اللي فاتت دي رجعنا يعني مركزين جدا، عشان احنا عارفين ان احنا عندنا الشهر دوت هيبقى فيه 4 بطولات. راجعين مركزين جدا في التمرين، وكابتن طارق على طول معانا يعني في الموضوع ده، فده يعني اقدر اقول لك ان دي خطوه من يعني اول خطوه نحو يعني اللقب يعني ان شاء الله. يعني احنا كمان ما بنرضاش غير بالمركز الاول في كل البطولات. اللي عايز اقوله لك ان بنستعد ازاي، اسلام حسن ومصري والناس كبار الفرقه على طول بيقعدوا يتكلموا مع الفرقه،
الناحيه الفنيه طبعا مع كابتن طارق، وطبعا اسلام ومصري برضو بيتكلموا في الناحيه الفنيه. من ناحيه بقى اللعيبه، يعني يا جماعه احنا قدامنا شهر، يعني الدوري مش هو السنه اللي فاتت، عشان السنه اللي فاتت ما كملش، يعني الدوري السنه اللي قبل فاتت ما كانش معانا، احنا عايزين نرجع الدوري يعني. والناس كلها متحمله المسؤوليه جدا، والناس كلها عارفه ان احنا داخلين على فتره صعبه جدا من ناحيه الماتشات وكده. كانت مباراة كويسة، بدأنا الماتش كان فيه بس الدنيا لسه السكور قريب شوية، بعد كده الحمد لله ركزنا في المباراة وفرقنا بالسكور، وكنا بنأكد كورة بكورة لحد ما الحمد لله فرقنا بالنتيجة في السكور. يعني كل حاجة فترة صعبة، بس يعني احنا ان شاء الله استعدينا ليها. الفترة اللي فاتت كويس جدا مع الجهاز وكابتن طارق وكل الجهاز، واحنا كنا على قد المسؤولية الفترة اللي فاتت وشغالين في التمرين كويس جدا عشان ان شاء الله نحقق كل البطولات اللي جاية. الحمد لله يعني النادي الاهلي طبعا نادي كبير، واحنا عملنا مباراة كويسة، بس امكانيات النادي الاهلي احسن طبعا، ونادي كبير وبينافس على الدوري كل سنه، وبس هارد لك علينا. احنا خسرنا كرات سهله كتير، ضيعنا انفرادات وضيعنا كور قدام الجون سهله، بس ونادي الاهلي ما ضيعش الكور ديت، بس كده. طبعا النادي الاهلي فيه لعيبه كتير في المنتخب وفي خبرات كتيره، فبيعرف يتعامل في الكور ديت وما بيضيعش كور سهله كتير. زي ما قلنا لحضراتكم التقرير نفس الكلام، يعني كابتن طارق محروس بيقول لكم، انا بيقول يعني للجمهور، او بيقول للجمهور من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان انا بعمل روتيشن كتير، يعني مش عايز حد يقعد في الملعب بشكل مستمر. والحقيقه الفريق بيبذل مجهود جامد، يعني انا والله بدعي لهم من قلبي. كابتن طارق محروس بيعمل مجهود كبير جدا، واللاعبين انا متعاطف معاهم جدا، لان الفريق ده الحقيقه نفسه ياخد بطوله عشان يسعد جماهير النادي الاهلي. فانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان التوفيق يكون حليفهم.